سامية كانوبي، رئيسة جمعية روزا لتنمية المرأة القروية بورزازات. هذا المشروع هذا اللي احنا غنتكلموا عليه اليوم، نقدروا نتكلموا على جوج هيئات. الهيئة الأولى وهي جمعية روزا لتنمية المرأة القروية، والهيئة الثانية هي تعاونية كوروزا لتربية الماعز وصناعة الجبن. جمعية روزا تأسست في 2008، ولكن بدينا البداية ديالنا في التثمين وفي التحويل في 2010. المعاز بوحدهم بدينا ب 55 مستفيدة، حاليا العدد كيفوت ل 1600 مستفيدة في المعاز. من كونا التعاونية ما خديناش يعني المجموع ديال المستفيدات، خدينا مستفيدات اللي هما قراب لهاد المجبانة، لان اللي هما غيقدروا يستطاعوا باش يجيبوا الحليب لهنا. السيده اللي حنا كنتوجه عندها حاليا هو نموذج من المشاريع اللي حنا كنشتغلوا عليها في المناطق. السيده اللي هي استفدت من الناس الاوائل، وكيف حنا كنخدموا في ذاك المبدا ديال شي كيعطي لشي، كيتعطى عن طريق المعيز. خضات معيزات خصها تعطيتها هي بدورها واحد المعيزات، عطات ردات ذاك الكريدي اللي كنقولوا، واخا هو كريدي ماشي بالفلوس. شديت هذه الجمعيه ديال روزا، الله يجعل البركه، باعت رديت الكريدي، بنيت الفضل كيرجع لجمعيه روزا. اما ما كنا ما عندنا والو، كان الا كاع درتي شويه واحد النعيجه ما بعتي فيها، يلا توليك الحوليه ديالك ديال العيد صافي. المراه القرويه كتلعب واحد الدور كبير في التنميه. علاش كتلعب هذا الدور كبير؟ لان الوقت اللي هي دخلات في واحد المسلسل تنموي، استطاعت انها تنقذ الاسره ديالها، تنقذ نفسها. من تكون عندي فكره ديال واحد المشروع ما خصنيش نحبسها عندي، الحمد لله كاين ما يدار، ما نقولوش ما كاينش ما يدار. اي حاجه كتشوفي فيها في المنطقه ديالك لايقه انها تحول وتكون مشروع اللي غيدخل عليك بالربح، فلهذا ما نحبسهاش. حنا البدايه ديالتنا جات كيف قلت لكم في الاول، جات بفكره، ولكن الفكره شدينا فيها بيدينا ورجلينا. 14 سنه ديال العطاء، ومن بعد اجا الفرج. اليوم وهاد السنين الاخيره كنتوجوا وكنتكرموا من العديد من المؤسسات، دليل على النجاح ودليل كذلك على الاثر اللي خليناه في المشاريع اللي احنا وضعناها رهن اشاره النساء القرويات.